أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية العربية الدولية، ولكن بعد أهم العناوين. جاء في شفق نيوز مصرع 3 أشخاص خلال حريق في مستشفى بكربلاء. عربي 21 عنوانة حشد روسي باتجاه كييف وأوروبا، تبدأ تسليح أوكرانيا. ونتصفح في الغارديان قرار غزو أوكرانيا يثير تساؤلا حول إدراك بوتين للواقع. ونطالع في المدى ملايين الدولارات خسائر اقتصادية نتيجة العطل الرسمية في العراق. عنوانة اندبندنت، هل يكون الخليج الرابح الأكبر من غزو روسيا لأوكرانيا؟ وفي العربي الجديد نقرأ حصيلة جديدة للاجتياح الروسي لأوكرانيا، مقتل وإصابة مئات المدنيين. ساندن تايمز عنونت عزلة بوتين ومرارته قادته إلى حرب أوكرانيا والنخبة لن تنقلب عليه. أهلا بكم، نبدأ مع الكاتب علي حسين والعمود الثامن قتلوا الاقتصاد وأحيوا اللصوصية. يقول في مقاله الناقد والتهكمي الكاتب علي حسين: لأننا في بلاد علمت البشرية العد من 1 إلى 10، فإننا اليوم نريد أن نعلن للرأسمالية ومعها عدوتها الاشتراكية أن الاقتصاد لا يعني تجارة ولا صناعة ولا زراعة. إنه حسب نظرية النائب السابق وصاحب مصرف الهدى المتاجرة بالعملة، والتي لولاها لما استطاعت الحكومة أن تدفع الرواتب للموظفين. إذا سألتني يقول: هل فهمت شيئا من خبراء الاقتصاد البرلماني بدءا من هيثم الجبوري ومرورا بمثنى سام الرأي؟ سأقول لك بكل صراحة إنني ما أزال أعاني في حل لغز كتاب ماركس رأس المال، لكنني في النهاية استطعت أن أدرك جيدا أن قيمة أي سلعة تساوي قيمة العمل الذي استغرقته. أما قيمة العمل الذي يقوم به أصحاب المشاريع الوهمية وصفقات الغرف المغلقة فهو أن تربح ملايين الدولارات عن طريق الاحتيال فقط. انظر جنابك لما يحدث في هذه البلاد، حكومة وراء حكومة لم تبدي أي منها حماسة لحل مشاكل الناس، ونجدها دائما تبدي عجزا وصمتا عن الوصول إلى حلول لمشكلات عاجلة يعاني منها المواطن. ولا يبدو مثلا أن هذه الحكومات المتتالية قد واجهت مشكلات الزراعة والصناعة بما تتطلبه من حلول عاجلة، سواء في إعادة بناء المصانع التي هدمتها الحرب أو تشجيع القطاع الخاص على إقامة مشاريع صناعية وزراعية. وقبل أن تسألني لماذا لم تواجه هذه الحكومات المتتالية مشكلة غياب المنتوج المحلي والاعتماد على الاستيراد، عليك أن تعرف عزيزي القارئ أن معظم أحزابنا تعمل بالتجارة، ويهمها أن ينتعش الاستيراد وتذهب دولارات النفط إلى جيوب دول الجوار، وأن يظل الاقتصاد العراقي مرتبطاً ببورصة الكفاح والحارثية وبنوك مزاد العملة. في كل مرة نسمع التعبيرات نفسها عن ثمار الزيادة في صادرات النفط، ولا ندري كيف يمكن إقناع الفقراء بأن ثمار رفع أسعار الدولار ستعود عليهم بالمدارس النظيفة والسكن اللائق والقضاء على البطالة. أيها السادة، لو كانت هناك ثمار للإصلاح الاقتصادي فيجب أن تبدأ هذه الثمار بملاحقة حيتان الفساد الذين يسيطرون على الاقتصاد ومفاصل الدولة، وأن الشعب سيصفق ويؤيد لو أخبره عن مافيات مزاد العملة. الناس تريد أن تسمع حقائق لا خطباً، تريد أن تطمئن على مستقبل أبنائها لا على مستقبل أعضاء البرلمان والحكومة، تريد سكناً محترماً وضماناً صحياً واجتماعياً ووظيفة مناسبة ومياهاً نظيفة. تخيل جنابك أن بعض النواب يخافون على الاقتصاد العراقي في الوقت الذي مارسوا فيه نهباً منظماً لثروات العراق وجعلته بلداً يفرح عندما تمنحه اليابان قرضاً ب100 مليون دولار.
52 مليارا و400 مليون دولار دفعها العراق تعويضات لغزو الكويت. متى نطالب أمريكا بتعويضات غزو العراق؟ سؤال وجيه. قاسم محمد داود يقول: اعتمد مجلس الأمن يوم الثلاثاء 22 من شباط 2022 قرارا وهو 2621 بالإجماع، والذي أعلن بموجبه انتهاء ولاية لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في عام 1990، بعد وفاء حكومة العراق بالتزاماتها الدولية بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي تكبدها كنتيجة مباشرة للغزو غير المشروع للكويت. لقد انتزعت الكويت أيها السادة الكرام من العراق 52 مليارا و400 مليون دولار، أكثر من 20 ضعفا مما خسرته في غزو العراق لها حسب دراسات عديدة. وما دام الأمر كذلك، لماذا لا يطالب العراق تعويضا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا؟ وبعد مرور ما يقارب 19 عاما على غزو الولايات المتحدة وتابعتها بريطانيا، لا تزال هناك العديد من الأسئلة المفتوحة. أولها هو السؤال عن عدد ضحايا حرب العراق عام 2003 والفوضى العارمة التي تلت ذلك والاقتتال الطائفي وضحاياه من المدنيين. فمجلة لانسيت، وهي مجلة طبية عامة أسبوعية وتعد من أقدم وأشهر المجلات تميزاً في العالم، فقد نشرت في عام 2006 دراسة قدرت عدد العراقيين الذين قضوا جراء الحرب ب 654,965 قتيلاً، منهم 600,027 قتلوا نتيجة أعمال العنف في البلاد، وعن المهاجرين نتيجة للغزو والاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق وما نتج عنه من حرب أهلية طائفية، فإن المنظمة العالمية للهجرة والتي ترصد أعداد الأسر المهجرة تقدر أن حوالي 1,600,000 عراقي أبعدوا عن ديارهم داخل العراق، وهذا يشمل المسجلين لديها فقط ما بين عامي 2006 و2010، ويشكل هذا العدد 5.5% من سكان العراق. أضف إلى ذلك أعداد المهاجرين خارج البلاد. خلاصة القول: خلف الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 مئات آلاف الضحايا، فضلاً عن تخلف البلاد اقتصادياً وسياسياً حتى يومنا هذا. وغزت أمريكا العراق بحجة الإطاحة بنظام صدام حسين الذي يمثل تهديداً للأمن العالمي بامتلاكه أسلحة الدمار الشامل، بين مزدوجين على حد قولها. ومنذ الغزو وحتى اليوم تعرضت البلاد لكثير من الخسائر المالية والبشرية إثر نشر التطرف فيها والنهب والسلب والقتل عقب الغزو. وفي النهاية، هل سيطالب العراق من الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يأمر الولايات المتحدة وبريطانيا كذلك تعويض العراق عن خسائره بسبب غزوهم الذي بني على أكاذيب وإجبارهم على الدفع، كما أجبر العراق على دفع 52 مليارا و400 مليون دولار للكويت، أضعاف مضاعفة لخسائر نتيجة الغزو؟ بوتين ورجال الشرطة الخمسة في الأمم المتحدة. عائشة البصري تقول: هل سيكون مصير روسيا شبيها بمصير الاتحاد السوفيتي عقب اجتياحه فنلندا في شتاء 1939؟ سؤال يطرحه اليوم من يظن أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يتسبب في طردها من الأمم المتحدة، مثلما طرد الاتحاد السوفيتي من عصبة الأمم في زمن ما إثر اعتدائه على فنلندا. على الرغم من تشابه اللحظتين الشتويتين، لا يبدو أن التاريخ يعيد نفسه من جديد. فوضع روسيا اليوم في الأمم المتحدة جد مريح لكونها أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، إلى جانب أمريكا وبريطانيا وفرنسا والصين، حيث تنتمي روسيا لنادي الخمسة الكبار الذي يتميز عن باقي الدول بتمتعه بحقين: النقد الفيتو وامتلاك الأسلحة النووية.
الميثاق المبجل الذي كثر الحديث عنه في الآونة الأخيرة لم يترك ثغرة يمكن استغلالها للطعن في السلطة المطلقة التي منحها لرجال شرطة المنظمة. قواعد اللعبة التي وضعها الطاغية ستالين ورفاقه الديمقراطيون قبل 77 عاماً يستحيل معها أن يقرر مجلس الأمن أن أحد أعضائه الدائمين قد قام بعمل عدواني يهدد الأمن والسلام الدوليين. لقد أخضع كل الدول للمساءلة باستثناء الأعضاء الخمسة المحصنين، بل جعل منهم قضاة ومحامين وهم يتصرفون كمجرمين متهمين. واشنطن التي تندد بغزو أوكرانيا سبقت روسيا بكثير في غزو بنما وجزيرة غرانادا في الثمانينات، وأسقطت عدداً لا يحصى من الأنظمة المنتخبة ديمقراطياً من محمد مصدق في إيران إلى إيفو موراليس في بوليفيا، وأحدثت زلزالاً في الشرق الأوسط بغزوها العراق وتدميره، وزعزعت موازين القوى والتحالفات في المنطقة لصالح إيران وتركيا. ولم ترتفع أصوات واشنطن أو لندن حين اجتاحت روسيا أراضي الشيشان وجورجيا وأوسيتيا الجنوبية، أو عندما كانت فرنسا تحطم الرقم القياسي لخوضها حروباً نيوكولونيالية بمباركة مجلس الأمن ذاته، من حرب الإبادة الجماعية في رواندا إلى الحرب على الإرهاب في مالي، مروراً بتغيير أنظمة في ساحل العاج وليبيا. اليوم وقد تحول مجلس الأمن إلى ساحة حرب اقتصادية عسكرية سياسية مفتوحة بين كبار أعضائه، وبلغ العداء بينه حد فرض واشنطن وشركائها عقوبات على الرئيس بوتين وكبار مساعديه. لم يعد هناك أمل في توافق آرائهم في ليبيا، لبنان أو الصحراء الغربية، بل إن من شأن تبعات حروبهم العبثية أن تحول النزاعات العربية المجمدة بفعل مناوراتهم السياسية إلى قضايا محتجزة ما لا نهاية، حيث لقد انتهت اللعبة رجال الشرطة الخمسة وحان وقت البحث عن حلول عربية للمشكلات العربية. ننتقل إلى الجارديان. جشع وكسل من الغرب هو سبب في خسارته المستمرة أمام بوتين. الخجل والجشع والكسل هي الأسباب التي تجعل الغرب يخسر أمام فلاديمير بوتين، كما يقول سايمون تيزدال في مقال نشرته صحيفة الجارديان. وأوضح تيزدال في المواجهة مع بوتين يقاتل الغرب ويده مقيدة خلف ظهره، ويفعل هذا باختياره بسبب جشعه كسله وخجله. وهذا هو الوضع منذ أكثر من عقدين، وهو نفس الوضع في أوكرانيا. طالب توبياس إليود النائب المحافظ والجندي البريطاني السابق قبل عدة أسابيع من الغزو بإرسال عدد محدود من قوات الناتو إلى أوكرانيا لكي تكون بمثابة الردع للقوات الروسية، والآن تم تجاهل الدعوات لتغطية الناتو المجال الجوي الأوكراني في الوقت الذي تحدث فيه جونسون الذي كان يقلد تشرشل أثناء زيارته إلى كييف بتفاؤل عن التضامن لمنع العدوان الروسي. لكن القيام بعمل شجاع مثل نشر قوات بريطانية هناك والمخاطرة كان أمراً بعيد المدى بالنسبة له، ودعت بولندا وليتوانيا الخائفتان من عدم احترام بوتين لحدودهما إلى ضم أوكرانيا بسرعة للاتحاد الأوروبي، ويجب أن يظل العرض قائماً. ولماذا لم يتم سحب سفراء الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وقطع كل العلاقات الدبلوماسية وفرض حظر مالي وتجاري واسع ضد روسيا؟ ومن المستبعد حدوث هذا نظراً لكل المال الروسي القذر، ولأن أسعار الطاقة في أوروبا ستزيد إلى معدلات عالية، ولأن المستثمرين والمستوردين سيفضحون، ولأن القادة الغربيين لا يزالون يعتقدون أنه عقلاني، ولهذا السبب يخسر الغرب. ويتساءل الكاتب إن كان هناك أمر يمكن عمله لوقف بوتين قبل القيام بمغامرته، ويجيب بالتأكيد
ومع ذلك يبدو أن بوتين قرر أن يغزو قبل أيام وأسابيع مهما كان موقف الجميع. ويقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه تعرض للخداع، وربما لم يكن هناك ما يمكن عمله لوقف بوتين. والسؤال هو كيف يمكن إدارة الطاولة على الرئيس الروسي؟ تيزدال يختم بالقول: لا يوجد أي سبب لاستمرار هذا الجبان الصغير المنحرف بالتسبب في المعاناة والبؤس. سقوطه سيكون رحمة للعالم، ومع ذلك لن يحدث هذا في القريب العاجل، وسينجو حتى مع آلاف الضحايا المفقودين. لماذا؟ سؤال وجيه، لأننا سمحنا له بالنجاة، والغرب متواطئ مع طغيان بوتين، ودائما كان كذلك، ولهذا نخسر. ساندي تايمز: عزلة بوتين ومرارته قادته إلى حرب أوكرانيا، والنخبة لن تنقلب عليه. نشر صحيفة ساندي تايمز تقريرا لمراسلها في موسكو مارك بينيت، قال فيه إن تصميم الرئيس الروسي على تحدي المنطق وشن حرب هوجاء على أوكرانيا أثار أسئلة حول سلامته العقلية. عزلة الرئيس بوتين عانت اعتماده على مجموعة صغيرة من العسكريين المتشددين ورجال الأمن والجواسيس، وكان هؤلاء الرجال مع بوتين عام 2014 عندما اتخذ قراره بضم شبه جزيرة القرم، وهم الرجال الذين شوهوا تفكير بوتين حول أوكرانيا كبلد يحكمه مدمنو المخدرات والنازيون الجدد. وواحد من هؤلاء نيكولاي باتروشيف، مدير مجلس الأمن القومي الذي يعرف بوتين منذ سنوات السبعينات من القرن العشرين عندما عملا معا في كي جي بي. وينظر باتروشيف إلى الغرب باعتباره بوتقة انحطاط، وزعم أن بعض الدول الأوروبية سمحت بالزواج من الحيوانات. ويعتبر سيرفي ناريشيكين، مدير المخابرات الأجنبية SVR، رجلاً آخر في حلقة بوتين وزميله في كي جي بي والخبير في التاريخ الروسي. وعادة ما يتهم الناشطين والمعارضين بالتعاون مع المخابرات الأجنبية. يقول أحد المسؤولين السابقين عن الدعاية في الكريملين غليب بافلوفسكي: يتواصل بوتين مع العالم الخارجي من خلال دائرة ضيقة، ويتضايق لو كان أي منهما لديه موقفه الخاص. بالنسبة له فهذه كارثة. وطرد بافلوفسكي من الكريملين عام 2011 لمعارضته عودة بوتين إلى الرئاسة مرة ثالثة، وقال إن الزعيم الروسي لم يعد يشبه الزعيم الذي عمل معه وقدم له النصح في الماضي. ولا يتوقع أي تغيير قريب في القيادة بين مزدوجين. النخبة تعيش صدمة واقعية، ولا أحد منهم حذر، فقد كانوا يعتقدون أن المفاوضات طويلة، وهناك الكثير من الناس في النخبة ضد الحرب، ولا أحد منهم مستعد لتحدي بوتين، ولن يكون هناك أي انقلاب يذكر، فقط القادة العسكريون البارزون في المؤسسة هم القادرون على الانقلاب، وحصلوا على كل ما يريدونه. إندبندنت جاء فيها: هل يكون الخليج الرابح الأكبر من غزو روسيا لأوكرانيا؟ سؤال وجيه. قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن الحرب الروسية على أوكرانيا قد تعود بالفائدة على دول الخليج من جهة تصدير النفط لتعويض النقص إذا أوقفت روسيا الإمدادات. ووفق تقرير للصحفية بيلترو، فإنه في حال شملت العقوبات التي فرضها زعماء العالم على روسيا بعد غزوها أوكرانيا قطاع الطاقة، فإن ذلك قد يعود بالفائدة الكبيرة على دول الخليج. بحسب ما نشرت هيئة الصحافة البريطانية BBC إلى أن ألمانيا كانت قد اتخذت حتى الآن الخطوة الأبرز، حيث أوقفت التصديق على مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 بقيمة 11 مليار دولار من روسيا،
وكان من المقرر أن يخفف الضغط على المستهلكين الأوروبيين الذين يواجهون أسعاراً عالية قياسية. وأشارت ترو إلى أن الدول الأخرى كانت مترددة كي لا تكون العقوبات على قطاع الطاقة في روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم وبلد مسؤول عن 40% من واردات أوروبا من الغاز الطبيعي، أو حتى قيام روسيا نفسها بإغلاق الحنفيات سلاحاً مزدوجاً. وقالت قد يكون لذلك تأثير مدمر على الاقتصاد العالمي في وقت تكون فيه الأسعار عند أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، وأضافت أن ذلك سيعني على الأرجح اعتماد العالم على الدول الأخرى المنتجة للنفط والغاز لضخ المزيد من الإمدادات للمساعدة في الحفاظ على انخفاض الأسعار، أو في أسوأ السيناريوهات لسد النقص الفوري إذا أوقفت روسيا الإمدادات. ترو ختمت بالقول ربما تكون دول الخليج المنتجة للنفط والغاز هي الرابح في هذه الحرب الفوضوية. وليس بعيداً عما يحصل في أوكرانيا، وفي خبرنا اليوم أعلن مؤسس شركة سبيس إكس الفضائية الأمريكية إيلون ماسك إطلاق خدمة ستارلينك للاتصالات عبر الأقمار الصناعية في أوكرانيا. جاء ذلك استجابة لمناشدة وزير المعلوماتية في أوكرانيا ميخائيل فيديوروف في وقت سابق للملياردير الأمريكي المعروف ماسك لتزويد أوكرانيا بمحطات ستارلينك وتوفير خدمة الاتصال القمري للإنترنت. وقال ماسك في تغريدة على تويتر: الآن قمنا بتفعيل خدمة ستارلينك في أوكرانيا والمزيد من المحطات في الطريق. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.